نتكلم عن النقاط الأساسية. قلنا إن الجرار ده تير 4 صديق للبيئة، الباور بتاعته 4700 حصان، سرعته 201 كيلومتر في الساعة، AC وليس DC، والناس فاهمة يعني إيه AC، هتقدر تفصل موتور موتور مش مجموعات، في انفرترات، الانفرترز موجودة، والتي ام سي موجودة، ازاي هتتحكم في موترات الجر، كل الكلام ده موجود. بس برضو في نقطة بقى تانية بقى، الهواء الكمبريسور شكله ايه؟ هيكون الحلزوني، مينفعش الترددي. فالكمبريسور اللي موجود في الجرار السكرو الحلزوني مش الترددي. بس خد بال حضرتك، انت بتتكلم في 201 كيلومتر في الساعة، سرعة عالية جدا وهاي سبيد، فالهواء مختلف، بلوف مختلفة، الخامة نفسها بتاعت العجل مختلفة، لقمة فرملة مختلفة، تبقى دايرة الهواء كلها الاير بريك سيستم لازم تكون مختلفة. هوقف الجرار ده ازاي وهو على 200 كيلو؟ واحد هيقول لي طب السرعه دي يا باشمهندس ما تاثرش على السكه، هقول لحضرتك ده اساسي. احنا قلنا هاي سبيد يبقى مور فايبريشن، سرعه عاليه يعني فايبريشن عالي. بس من ناحيه وزن الجرار ككل 127 طن او 128 او لحد 130 لو هو مليان بالزيت والميه وكل الليكويدز، حاجه كويسه. وطبعا الجرار مزود بالديناميك بريك، فيه ديناميك بريك زي ما هو واضح في الصوره. واحد هيقول لي بس كابينه واحده، لا موضوع كابينه واحده ده وكابينتين احنا اللي بنتحكم فيه. ليه؟ لان انت بتحتاج بس مكان وكنترول، مفيش غير كده في الكابينه التانيه. اما الكابينه الرئيسيه والتحكم الاوفرلودز والريليهات وكل الحاجات دي والبوش بوتونز والسويتشات وكل الحاجه اللي اقدر اتحكم فيها موجوده في كابينه واحد. نراجع مع بعض بقى المواصفات عشان ما نطولش. قلنا ان الجرار ده تير 4، مكنه مختلفه، في تربينتين شغالين سيريس، تربينه صغيره وتربينه كبيره. الجرار وزنه 128 طن ل 130 طن، السرعه 201 كيلومتر في الساعه، AC موتورز شغال، AC دايناميك بريك، اسرع جرار ديزل حاليا موجود في العالم. وبس، الى ان القاكم في حلقه قادمه، بقول لحضرتك ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل علامه الجرس علشان يوصل لك الفيديوهات الجديده الحصريه، وكمان انشر العلم افضل من اللي بينشر الفوضى والكلام الهابط، وخلي لك رساله في الدنيا، اترك اثر وراك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.